أحلى بنات وأحلى أولاد، بنات وولاد، الصف الخامس الابتدائي. أهلا بيكم في مراجعة جديدة لاختبار شهر نوفمبر. أول نوع من أنواع الأسئلة بيقولي اختر الإجابة الصحيحة. ما ناتج 10 في 9 جزء من 10؟ بعمل إيه يا ولاد؟ أنا لما بلاقي أضرب 10 أو في 100 أو في 1000 بعمل ايه؟ الاصفار، الصفر بيجري ويقف فين؟ في الاحاد. بنزل الصفر في الاحاد، والواحد في 9 بتساوي 9. وبعد كده بعمل ايه يا ولاد؟ العلامة العشرية بعد رقم 1 بس، يبقى انا لما طلع لي الاجابة 90 حطيت العلامة العشرية بعد رقم 1 بس. بقت كام؟ بقت 9، يبقى أنا أختار الإجابة 9. 7 في 1 جزء من 1000 بعمل إيه؟ بضرب الواحد في 7 في 7. العلامة عندنا بعد كام رقم؟ العلامة بعد 3 أرقام، يبقى أنا هعمل إيه يا ولاد؟ يبقى أنا هعد، هحط العلامة بعد 3 أرقام. طب أنا عندي رقم 1 بس، يبقى أنا هزود إيه؟ هزود 0 واحط العلامة، يبقى 7 جزء من 1000. أي تعبير رياضي مما يلي ناتج ضربه 5000؟ أو عندي هنا 10 في 5 و100 في 5 و1000 في 5 و1 في 5. أكيد طبعا إيه؟ 5 في 1000 بتساوي 5000. 9 في كام؟ 29 في كام؟ بيساوي 29 جزء من 100. جزء من 100 يعني أنا لازم أضرب في عدد في العلامة بعد رقمين، فأنا هختار مين؟ هختار 1 جزء من 100، لأن 29 في 1 جزء من 100 هيساوي 29 جزء من 100. طيب بعد كده 68 جزء من 100 في 1 جزء من 10. المفروض ان انا بعمل ايه يا ولاد؟ بحط 68، لان 68 في 1 ب 68. وبعدين عندي العلامة هنا بعد رقمين، وبضرب في 1 جزء من 10 العلامة بعد رقم، يبقى كده العلامة بعد 3 ارقام. في الضرب بجمع ايه؟ بجمع عدد العلامات، يبقى 68 جزء من 1000. حاصل ضرب 51 في 17. فطبعا انا هعمل ايه يا ولاد؟ علشان اقدر اختار الاجابة، فانا بعمل هامش وبحط 51 في 17. بعمل ايه؟ بضرب الاحاد الاول، السبعة بتاعت الاحاد، مرة في الواحد ومرة في الخمس. 1 في 7 بتساوي 7. 5 في 7 ب35. واعمل ايه بعد كده؟ احط علامة زائد واحبس الاحاد بصفر، لان انا هضرب العشرات. طيب ال1 في 5 ب5، ال1 في 1 ب1، وال1 في 5 ب5. يعني 1 في 51 ب51. واجمع يا ولاد، 7 زائد 0 7، 5 زائد 1 6، و5 زائد 3 8. يبقى انا عندي 857، ادور عليها الاقي 867، ادور عليها الاقيها موجوده في الاختيارات. عدد نواتج ضرب 24 في 37 في نموذج مساحة المستطيل. يعني أنا لما بعمل نموذج مساحة المستطيل يا ولاد، علشان خاطر أضرب العددين دول في بعض، فأنا بقسم المستطيل لكم جزء؟ ل4 أجزاء. يبقى أنا هو دي الإجابة بتاعتي، بتساوي 4 نواتج. حدد التقدير الأكثر معقولية لناتج الضرب التالي. طب
انا هعمل ايه يا اولاد؟ انا عايزه اقدر الاول وبعدين اضرب. طيب دلوقتي الستة لما هتبص للتمانية، الستة هتبص للتمانية، التمانية كريمة، هتكرم الستة وتديها واحد، بقت سبعة. والأربعة هتبص للتلاتة، التلاتة بخيلة مش هتديها حاجة، هتبقى أربعة. يبقى بدل أربعة وتلاتة جزء من عشرة، في ستة وتمانية جزء من عشرة، أنا هقول أربعة في سبعة، وأربعة في سبعة بتساوي 28. أجب مستخدما نموذج مساحة المستطيل، عايز أضرب 38 في 15. طب أعمل إيه يا أولاد؟ يبقى أنا دلوقتي هوزع الأرقام دي، 38 يعني 8، وبعد كده أحط 30. طب 15، 5 في الآحاد ب5، والواحد في العشرات ب10. واضرب بقى يا ولاد، هضرب 10 في 30، اتفقنا في الضرب، بعد الاصفار وانزلها، هنزل الصفرين والواحد في 3 ب3 يبقى بتساوي 300. هضرب ال 10 في 8 بتساوي 80. بعد كده هضرب ال 5 في 30، هنزل الصفر عشان ال 5 في 0 ب0، و3 في 5 ب15 يديني 150. 5 في 8، 5 في 8 ب40. هجمع بعد كده يا ولاد، هجمع 80 زائد 40، 0 زائد 0 0، و8 زائد 4 بتساوي 12، بقت 120. طب هجمع 300 زائد 150، 0 زائد 0 0، 0 زائد 5 5، و3 زائد 1 بتساوي 4، 450. هاخد العددين دول يا أولاد وأجمعهم مع بعض، 0 زائد 0 0، 5 زائد 2 7، و4 زائد 1 بتساوي 5. السؤال اللي بعد كده بيقول لي في معادلة القسمة 468 على الأربعة بتساوي 117. طب هي متجاوبه، طب ايه بقى السؤال؟ بيقول لي عايز المقسوم. المقسوم عندي اللي هو 468، عشان الاربعه مقسوم عليه، والميه وسبعتاشر دي ناتج القسمه او خارج القسمه. عندي مساله لفظيه بتقول لي تمتلك منى مطعما، باعت في شهر فبراير 402 قطعة كباب، وفي شهر مارس باعت 753 قطعة، تحتوي كل قطعة كباب على 83 جرام من اللحم، كم جراما من اللحم استخدمته منى في فبراير ومارس؟ أنا الأول يا أولاد عايزة أجمع كام قطعة كباب استخدمتهم في الشهرين، يبقى هقول عدد قطع الكباب في الشهرين، هجمع بقى 402 زائد 753، 2 زائد 3 5، 5 زائد 0 5، و7 زائد 4 بتساوي 11. يبقى هي دلوقتي باعت 1155 قطعة كباب. طيب كل قطعة فيها 83 جرام من اللحم، فأنا عايزة أعرف قد إيه بقى استهلكت جرام من اللحم. يبقى أنا هضرب ال 1155، هضربها في كام؟ في 83. هضرب التلاتة في العدد ده، في العدد 1155، تلاتة في 5 ب15، وبعدين تلاتة في 5 ومعايا الواحد، تلاتة في 5 ب15 وواحد 16، 6 ومعايا الواحد، الواحد في 3 ب3،
تلاتة زائد واحد أربعة، والواحد في تلاتة بتلاتة. طبعا هعمل علامة زائد واحبس الآحاد بصفر، عشان أنا هبتدي أضرب فين يا ولاد؟ هبتدي أضرب في خانة العشرات، التمانية في العشرات بتمانين، عشان كده حبست الآحاد بصفر. خمسة في تمانية بأربعين، صفر معايا الأربعة. وبعدين تمانية صفر معايا الأربعة، خمسة في تمانية بأربعين، وأربعة أربعة وأربعين، أربعة ومعايا الأربعة، الواحد في تمانية بتمانية، تمانية زائد أربعة اتناشر، اتنين ومعايا الواحد، واحد في تمانية بتمانية وواحد تسعة، وأجمع العدد اللي قدام، خمسة زائد صفر خمسة، ستة زائد صفر ستة، أربعة زائد أربعة تمانية، تلاتة زائد اتنين خمسة، والتسعة تنزل. يبقى أنا دلوقتي عند استهلكت منى قد إيه؟ 95 1865 جرام. ولازم نكتب التمييز بتاعنا. إلى اللقاء في مراجعة جديدة إن شاء الله.